محتاجين البداية. مع البدايات محتاجين كمان نتكلم على الشباب اللي عندنا الحلوين برضو، الشباب اللي بتعمل من حاجة صغيرة ممكن تعمل منها مشروع، ممكن تعمل منها حاجة تحول حياتها وتغير حياتها. فاطمة شابة في العقد الثاني من عمرها، عندها قدرة وسبحان الله موهبة ربانية انها تحول الجلود لمنتجات جلدية ومشغولات مستوحاة يمكن من التراث المصري اليدوي دون الاستعانة نهائيا بأي مكنة للتصنيع، مش مدخلة اي مكنة او تكنولوجيا في التصنيع. بتفتح اتوليه خاص بيها، بتسوق منتجاتها عن طريق الانترنت، يعني زي ما بيقولوا كده بتشتغل على مشروعها من الإبرة الى الصاروخ، من اول ما بتبدأ تشتغل فيه لغاية لما بتسوقه وبتبيع للاند يوزر او الاند كونسيومر المستهلك النهائي على الانترنت. تعالوا نشوف حكاية فاطمة ونرجع بعد فاطمة على طول ندخل في صحة الإنسان بقى وأوجاعنا ومشاكلنا ونقاط القوة اللي ممكن تكون عندنا وبنشتغل على إيه. الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة في الغربية، الدكتور محمد غزال وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، نتكلم معهم عن المستشفيات العامة والخاصة والقطاع الطبي والصحي في مصر، ونستقبل كل اتصالات حضراتكم ونسأل الأسئلة المهمة. مين اللي بيراقب المنشآت الصحية الخاصة في مصر كمان؟ المواطن وإيه حقه في العلاج؟ المواطن اللي يبقى تعبان ويتقال له أسفين والله مالكش علاج عندنا، يعمل إيه ويروح لمين؟ وخصوصا في الأمراض اللي بتبقى الدقيقة فيها معناها حياة أو موت، بعد هذا التقرير. سر جديد من أسرار الفنون الخاص بالمشغولات الجلدية له جاذبية خاصة تختلف عن أي أعمال يدوية أخرى، وقعت في غرامه فاطمة خليفة التي شبت على حب الفنون واتخذت منها طريقا للتعبير عن ذاتها، ووجدت فيها الملاذ الآمن والبهجة التي ستساعدها على تحقيق حلمها لتصبح واحدة من سفراء الأشغال اليدوية ذات التراث المصري. تخرجت من كلية التجارة سنة 2013، اشتغلت جرافيك ديزاينر سنتين، وخلال السنتين دول كنت بدور على حاجة اشتغلها تكون ممتعة بالنسبة لي اكتر من شغلي، بس لقيت في الاخر شغل الهاند ميد بالنسبة لي حاجة ممتعة جدا. بدأت ادور شوية شوية لحد ما وصلت لانه الجلد اكتر حاجة ممكن ادي فيها يعني تصميمات كويسة وحرفية كويسة. انا شغالة في الاول كنت بشتغل في البيت يعني عادي جدا، الترابيزة صغيرة وعليها الأدوات وجلد، بس طبعا يعني مع الوقت والناس بقت تطلب أكتر فكبرت شوية، أخدت أوضة صغيرة وده بقى الأتيلي بتاعي. تصنع بيدها قطعا فنية من المشغولات الجلدية التي تبدأ برسم تصميماتها وتنفيذها في ورشتها الخاصة الصغيرة على الجلد الطبيعي، ثم تنتهي من وضع لمساتها الأخيرة عليه لتقوم بعملية التسويق لمنتجاتها من خلال صفحة لها على الفيسبوك ساعدتها دراستها في كلية التجارة على إدارتها وإبراز منتجاتها عليها بصورة جاذبة. أول حاجة أن أقص الشنطة، أي شنطة في الدنيا عدد قطع معينة باترون زي الملابس بالظبط، بنقص الباترون وبعد كده أبدأ ألزق الشنطة، وبعد كده مرحلة التخريم، وده لأنه الجلد سميك جدا فما نقدرش ندخل الإبرة دايركت في الجلد، فلازم بتخرمها بحاجة اسمها سومبوك، ودي أداة تستخدم يعني في شغل هاند ميد بتاع الجلد. تخرم الشنطة كلها وبعد كده بقى نبدأ نخيطها، وبعد كده مرحلة الفينش دي بقى اللي بيدهن فيها الكريم عشان يحافظ على لون الشنطة، وبتتركب الدراعات بتاعت الشنطة وكده تكون الشنطة خلصانة. تتمنى فاطمة أن تتحول ورشتها الصغيرة إلى معهد لتدريب وتعليم عدد كبير من الفتيات فن الصناعة ليكونوا في المستقبل مشروعات أخرى جديدة تساعدهم على الاستقلال بذاتهم بعيدا عن تكبد عناء الروتين الوظيفي. أنا نفسي أكتر حاجة يعني أنه المشروع يكبر علشان يكون في ناس بتشتغل كتير، يعني نفسي يكون الورشة كلها ناس قاعدة تشتغل الحرفة، أصدر بره يعني بعملة غير بتاعتي أصلا، ناس كلها تبدأ تلبس منتج مش صيني، منتج يقدر يعيش وجلد طبيعي وتصميم كويس وبسعر كويس. عمرو موسى.